تظبط البيت واخليها دريم بارك عشان انت تيجي تقف في سكتنا يا هيما؟ في ايه يا طعوم؟ لوك 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 كتير في موضوع نوال ده ليه؟ الحته بتاعتي يا عم، الحته بتاعتي وعايز ارجع لها. في ايه؟ وانا استاذنتك ومع ذلك سيبك من لوك لوك فعلا، انا هسيبها لك عشان سبب واحد. نوال لنا ولا انت هنسول منها حاجه؟ عزوز هياكل التورته كلها يا شيخ. ايه ده؟ مين ده؟ مين؟ انا كبداك. كبداك يا طعوم بجد؟ وبص شوف كبداك هيعمل ايه. فرجنا يا سيدي. يلا يلا بدعي لك. وحشتيني يا سندوستي يا روح قلبي. كلي بالهنا والشفا. انت كمان كنت وحشاني قوي قوي، وسبتيني مع البت دي كانت مجوعاني. يو انا حبيبتي هجيب لك كل اللي انت عايزاه. ها انت كمان وحشتيني الصراحه. انت كمان بجد؟ بس لازم يعني تقعدي في اخر الدنيا تمرمطي امي معاكي؟ انت ما جيش من وراكي راحه ابدا، انت ما فيش فايده فيكي. بس كيف يا كوريا انت عرفتي العلوان احنا؟ جو اللي بعتتهولي عشان تشوف اختك اللي مغلباني، مش هتقدر تحط لقمه في بقها كانت هتموت مني. قلت اجيبها لها يمكن تلحق تاكلها واخدها اجري بسرعه قبل ما المحروقه ترجع صاحبه المكان ده. بقول لك يا اخي، فاكر الراجل اللي كان مراقبني في الحرم؟ ايوه. فضل راقبني، اروح منه شمالي يجي ورايا، اروح منه يميني يجي ورايا. بس ياك يا كوريا يكون ماشي وراك لحد هناك. عيب عليك يا اخي، امشي ورا مين؟ انا اخر ما زهقت منه صوت، لميت عليه امه لا اله الا الله، سبتهم بيضربوا فيه ونطيت في تاكسي وجيت. برافو عليك يا كوريا. عيب يا خال، يعني احنا حلو الاكل دلوقتي؟ ها انا قلت برضك ما حدش هيعرف ياكلها غير يو. شوف الوليه، شوف قلبت عليا في ثانيه ازاي. بقول لك يا اختي، فين الكبانيه؟ محصوره. ايه محصوره فين الكبانيه؟ التواليت. بصي امشي على طول على طول على طول، تدخلي اول يمين هتلاقي باب في وشك، ده باب التواليت. ماشي. دينا تعالي. بقول لك ايه؟ ايه رايك تشغلي كوريا عندك في البيوتي سنتر؟ دي ده انا عمال النظافه اللي بيشتغلوا عندي انضف من الكائن ده. حيلك يا ست انتي، ايه اللي بتقوليه ده؟ ايه عمال نظافه وابصريه؟ كوريا بنت اختي دي اجمل واشجع كفيره ببطن البقره. العمال نظافه صحيات والدك تشوف لها شغله عندي. البت تعبانه ومش لاقي لقمه تاكل. اسمعيني يا دينا، كوريا فعلا كفيره شاطره، جربيها مش هتندمي. نو واي يا هايدي، ازاي بطريقتها واسلوبها البشع ده تشتغل عندي انا؟ انتي بتهزري؟ انتي ما تشيليش هم طريقتها واسلوبها، انا هظبطها. ظبطي ايه؟ ايه ده؟ انتي هتلبسيها هدومك الجديده؟ اديني ساعه واحده وانا هبهرك، هتشوفي كوريا تانيه خالص. نجمه مصر منوره ملعبك يا فنانه، يا كبيره يا عظيمه. مصالحة بسيطة بس كده عشان القمر يرضى علينا. أنا رجعت بس عشان سوكا كلمني وقال لي إن الشغل واقف من غيري، بس والختمة الشريفة، أنا لولا سوكا وغلاوته عندي لا كنت رجعت ولا شفت وشي تاني. الله الله الله، وأنا إيه وسوكا إيه؟ ما إحنا إخوات يا ناني. الله يخليك يا دارة، بقول لك إيه؟ أقول لك كلمتين تحطهم في ودنك. ناني ملهاش في الشمال واليوتيرن، ملهاش إلا في جو. جو ماشي يابا ولا مش ماشي؟ ماشي يا عسل، ماشي يا جميل، بس عليا النعمه من نعمه ربي، انا طلعت الشقه عند ناني عشان مصلحتها. بص بص ما صدقنا ان هي ياخد جاب لها فرح. يا راجل ما صدقنا النصيبه. سنن ايه؟ ايه هو اللي ايه؟ ايه ايه؟ قدامي سكه سفر طويله وهغيب عن مصر كتير. طب اخوي سافر بالسلام. الله يسلمك، مش هنطلع بقى الشقه ونعمل الوداع الاخير؟ ها؟ شقة ايه يا حبيبي وزفت ايه؟ انت فاكرني ايه؟ الفردة اللي استبن ولا الحرمة الملاكي بتاعتك وقت ما يهفك الشوق يا حبيبي؟ فوق يا كبداكي، نوال بتاع الزمان دي ماتت واتدفنت في بطن البقرة يا حبيبي. انا هنا ستك نوال اللي ما تقدرش ترفع عينك فيها، فهمت؟ الله، في ايه؟ في ايه يا ابراهيم؟ مفيش حاجه. شيلوه من قدامي. شيلوا مين؟ مين ده؟ تعون. لا تعون ايه؟ استنى بس. نفس تعون شيل عدلاتي يا دارة. ده اتهطلت. انا حذرتك يا هيما. ولا استنى بس، ده اتهطل اللي عملت لي فيها لورنس. اسود انت، انت اتهطلت يا دكتور. ايه؟ اتاخرت مع الست هايدي جوا. طب اقول لك حاجه على كوريا دي، كوريا دي يا ست هانم يدها تتلف في حرير،
بتشتغل شغلانة زين، الست بتقوم من تحت يديها حاجة تانية خالص. يبقوا شبه الرجالة يا أخوي. والله أنا هجربها يا عم شكري، بس الأول نشوف هايدي ممكن تطلع إيه من المأساة اللي جوه دي. ها؟ جاهزين؟ غمضوا عينيكم. يلا يا كوريا. تعالي. أخرب بيتك هجول لها مش بدراعتي مالت كده أهو. إيه دي؟ إيه دي؟ لا 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 لا. إيه ده؟ أنا مش مصدقة. عملتيها ازاي دي يا هايدي؟ لا ده لو كده تيجي تشتغلي معايا. ماما تخلصينا يا اختي انتي وهي، عايز اخش اغير الهدوم اللي انا لابساها دي، حاسه انها مقمطاني كده مش مرتاح. ها ايه رايك؟ هو اكيد شكلها احسن كتير يا هايدي، بس اسلوبها لا وشغلها ما شفتوش. اسلوبي؟ ماله اسلوبي يا اختي؟ بقول لك ايه؟ فين الكيسه اللي فيها الهدوم بتاعتي؟ انا قلت لك يا جولي من الاول انا ما ينفعش اشتغل عند حد، هتقعد الدنيا تفرد عليا. بقول لك ايه، انا خلاص مش هينفعني الكلام ده، انا هخش اغير البطوز اللي انا لابساه ده، انا ماليش في الهبل ده. تعالي 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 يا كوريا، مش هتغيري ولا حاجه. كانت هايدي قاعده عندها دي كوريا بنت اخت شكري، شكلها نضف قوي البنت دي، يجي منها جدا. انا ماليش في الهبل ده اصلا. في ايمان بقول لك شكلك حلو خلاص بقى ست ده. ايه ده ان شاء الله؟ وانا بقول شقتي مكتومه ليه وما فيهاش هوا؟ شقتك؟ شقتك يا ام الشقه الله يرحم، كان كل شقه في كعب رجله قد شقه تعبان، شبعه بعد جوعه صحيح. شفتي اهو ده اللي كنت عامله حساب مين اخدت من هنا. يلا بس يا بنت انت وهي. عيب عيب، احترم الهدوم اللي انت لابساها. بقى كده يا ست هايدي جايبه لي الناس العره دول يطولوا لسانهم عليا في شقتي. عره؟ مش بقول لك يا بنت الله يرحمه. وبعدين تعالي هنا، شقتك اللي عماله تتعوجي علينا بيها دي يا اختي جايباها من لحمك اللي بتعرينا الرجال. ايه بخت شيء مش كده، احنا في بيتها برضه. خلاص بقى يا نوال، في ايه؟ مش انت قلتي لي استضيفي اللي انت عايزاه؟ قلت لك يا اختي هاتي الناس النظيفه اللي شبهك، مش جايبه لي زبالتك. ويا اختي لحم اللي انا بعريه ده ما حلتكيش زيه، ولا ناسيه كبدكي خطيبك حبيب القلب اللي كان بيجري ورايا هيموت عليا. لا حلتها وانت الصادقه، ده كان بيشمشم وراك عشان انت رخيصه، ما تيجي اتطلقتي واترميتي اهو، كان عبارك ولا جالك؟ يا حبيبتي ما هم الرجاله كده، ليها نسوان نظيفه للجواز ونسوان كسر الفراخ العين. انا كسر يا بنت ياللي مش عارفين البنت من وجه؟ يا بنت يا وزع، يلا يا بنت اخرجي بره بيتي. مالك يا ستي انت جاي سكرانه ولا ايه؟ على فكره انت كده بتغلطي فيا عشان دول ضيوفي. ضيوفك؟ ضيوف ايه يا اختي؟ انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ ده انا مداويك يا حبيبتي، ده بدل ما تبوسي رجلي صبح وليل جايبالي زبالتك وجايه. يلا بينا يا كوريا انا هنزل معاكي. ست نوال معلش هو في سوء تفاهم. يوه انت ما ينفعش تنزلي يا جماعه، المشاكل تتحل بطريقه اهدى من كده. وبعدين مفيش حاجة اسمها نزول يا هايدي، احنا مش بنهرج. خليك انت يا جولي، انا هنزل انا وربنا يصبرك على الهم ده لحد ما تخلصي مني. هبقى ابعتلك الهدمة دي مع خلي شوقي. استني انا هنزل معاكي، يعني هنزل معاكي. عايزة تنزلي يا حلوة انزلي بشوقك، بس كده بقى يبقى انت اشتريتي عداوتي وربنا يكفيكي بقى شر عداوت الرقصات. على فكرة يا دينا كانت اكبر غلطة ان احنا جينا هنا وجبنا هايدي معانا، المكان في منتهى الخطورة عليها. ليه بس يا نادر؟ هو اصلا مفيش حل تاني، والبنات مشوا من هنا من اكتر من ساعه ومفيش حد زي ما انت شايف. وبعدين كنت عايز ناخد هايدي ونروح بيها فين في وقت زي ده؟ بعدين مش انت قلت لي ان خلاص المراقبه اتشالت؟ في ايه يا نادر؟ ايوه المراقبه اتشالت، بس ما ينفعش ننسى انك مطلوبه. خلاص يا نادر احنا بقينا هنا، المهم هنشوف هايدي هتروح فين. ده بقى البيوتي سنتر بتاع دينا اللي انت هتشتغلي فيه، ايه رايك فيه؟ حلو مش كده؟ مش فورتيكا يعني؟ وقلعيها ولبسيها على ايه؟ ده المحل بتاعي في روح عنه، على الاقل ريحه خفيف كده. بس بقول لك ايه؟ هو معاه حق برضك، انت ما كانش المفروض تسيبي شقه الرقاصه. يا بنت هتضيعي روحك عشاني؟ ماله؟ انت ياما عملتي كده علشاني. وانت ايه ده؟ وانا اي حاجه اعملها تنقشيها ولا ايه؟ انت هتجيبي روحك ليا؟ هو انت مش هتبطلي؟ طب خلاص هبطل. بقول لكم ايه؟ ريحوا دماغكم، انتوا من اول كده لا بتعرفوا تحلوا ولا تربطوا. انا خلي شكر راح ودي سندس عنده، ودلوقتي هجيب سوكا ويجي، هنقعد احنا مع بعضينا نمخمخ لكم كده في مكنه حلوه تبقى نظيفه ومش متداسه ونداري فيها البت جولي. ريحوا انتوا قلبكم بس. يعني ايه مكنه؟ يعني مكان مكان. برافو عليك يا كوري، هو ده الكلام.
اللي برافو عليكي دي وانا في الروضه؟ وبعدين ثم تعالى هنا، احنا من ساعه ما قعدنا وانت راقبني كده ايه؟ هتاخدنا 4 في 6 ولا تعمل لي بطاقه؟ وبعدين بقول لك ايه؟ انت تبع مين في القعده الحلوه دي بقى بالصلاه على النبي؟ انت بقى ده الدكتور نادر المحامي بتاعي. دكتور على نفسه يا اختي، ما بحبش الرجاله تقعد تفصص في الحريم كده وهي قاعده. ايه هياخدني كاتش فين؟ البنت دي هي اللي ممكن توقع مروان. مين دي؟ كوريا؟ ايوه كوريا. المهم خلينا نفكر في المكان اللي هتروحي فيه الاول، وبعد كده هشرح لكم كل حاجه. انتوا ان شاء الله طول البعض. بقول لكم ايه، انا اخلع فيلتكم السودا دي. ما تهدي بقى يا كوريا، خلينا نفهم في ايه. يا انسه كوريا، نادر لا يمكن يضرك، اوكي؟ لا انسه ده اهدي بس يا كوريا. انت قصدك ايه يا نادر؟ احنا مش قلنا ان مروان نقطه ضعفه الفلوس والستات؟ كوريا اتغيرت 180 درجه في ساعتين زمن بس. مين عارف لو نظفناها اكتر من كده شويه واخدنا معاها شويه وقت ممكن تكون النتيجه ايه؟ تنظف مين يابا؟ يا اختي مين ده؟ بقول لك ايه؟ يا كوريا سلام عليكم. يا كوريا دكتور نادر ما يقصدش. لا انسه كوريا دكتور نادر، احنا لسه هنتكلم عن الشغل. في ايه؟ ده العالم دي؟ ده بيقول لك تنظفها وليه؟ وانا كنت معفنه. تعالي بس يا كوريا. دكتور نادر ما يقصدش. استهدى كوريا ده، يا شيطان يا شيطان استهدينا. ها اقعد يا كوريا. اقعدي اهدي. ما يقصدش، ما يقصدش في ايه؟ طب اقول لك ننظفها ليه وانا معفنه؟ المهم وانا وسوكا واحنا جايين في الطريق عرفت ان خد شقه جديده في شارع الهرم جنب الكباريه عدل بالظبط. يا ريت بس ست الكل هايدي يا ريت تشرفينا وتقعدي يومين كده عند امي، واذا كان عليا انا ممكن اقعد في اي بنسيون يعني. يعني معقول يا سوكا هتسيب شقتك علشاني؟ انا بصراحه ماليش في الشقه اللي فيها السيراميك ديت، يعني بيجي لي منها قرشه نفس يعني. وبعدين انت اختي الكبيره وبصراحه انت تعبت كتير قوي قوي. اقول لك حاجه بس يا رب تستحمل امي. لا نهار اسود بلاش امك يا سوكا. لا امك لسانها بيدلدق بالكلام على طول زي الزير المخروم بالظبط. ونوال لو عرفت جون لفين هتسلمها محاره وحلوه. نوال من الاساس ما تعرفش ان احنا سيبنا الحاره، واذا كان على امي ب 200 جنيه ممكن تقعد في الشقه ما تخرجش لمده شهرين. بس ست الكل تقول امين. كتر خيرك يا سوكا، احنا مش عارفين نودي جمايلك فين. انا اللي مش عارف اقول لك يا استاذ، بس بلاش كتر خيرك ديت يعني، ده اقل واجب نعمله يعني. كده تمام يا جماعه، خلصنا موضوعك يا هايدي. نتكلم بقى على موضوع كوريا. يا باشا البت اللي اسمها كوريا المسترجله دي شافتني قاطرها فافتكرتني بعكسها، لمت عليا امي لا اله الا الله وطحنوني. عشان متخلف تستاهل يا كحول. اللي بتراقبه ما ينفعش اعرف انك بتراقبه، انت ليه كنت لازق لها فشافتك؟ النعمه ابدا يا باشا. غور وانا هتصرف من غير مراقبه ولا زفت. توجيهات سعادتك اوامر يا باشا. علاء فينك؟ عاوزك. ما ينفعش قبل كده؟ تمام سلام. لا 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 تعالوا هنا بقى. ايه يا اللي اسمك جمالاه؟ لا يا اختي ده انت طلعتي ميه من تحت تبن. انت جمالات؟ لا ده انت خبسات لقامات. بتستغفليني يا بت؟ لا خالص يا طنط موسوكا، بس انا ما كانش ينفع اتكلم يعني عشان الظرف اللي حضرتك عرفتيه، وما كنتش عايزه احرج كوريا. تحرجي كوريا؟ لا هي كوريا دي بتتحرج ولا بتتكسف من اساسه، دي ما عندهاش دم. وبعدين هي فين كوريا يا اختي؟ ما هي خلعت يا اختي وسابتك. لا بالعكس، كوريا طول الوقت واقفه معايا، والنهارده برضو كانت معايا ولسه مروحه الحاره. برضو ده ما يمنعش عنك الغلط، انت كان لازم تاخديني من ايدي كده اهوت وتقعدي تكلميني في ودني وتقولي لي الحكايه كيت وكيت يا ام سوكا. الله انت فاكراني ان انا ممكن افشي اسرار؟ ده انا بير بير، السر يخش فيه ما يطلعش ولا يبان له اصحاب ابدا. خلاص بقى يا ام سوكا اخلصنا. اما كلمه ابرك من تاكسي السهره اللي انت عاملاه ده. ست هانم هتقعد معانا لغايه ما ربنا يسهل والحقيقه تبان، ماشي ولا مش ماشي ياما؟ لا خلاص، لو انا هضايق طنط ام سوكا انا هنزل من هنا دلوقتي حالا وهروح ادور على اي حته تانية اقعد فيها. لا لا احنا ولاد اصول بردك، هنشيلك فوق دماغنا وجوه عنينا، بس بردك لازم افهمها غلطها عشان ما تستجرأش بعد كده تستغفل ام سوكا. يا ست ما فيش حد يقدر يستغفلك، ما تخافيش امال، بس المهم انت ما تجيبيش السيره لقيتها مقلوب ان الست هانم موجوده معانا هنا، بدل ما كلنا كده نروح في داهيه. اما
يا رب تتصف نظرك يجيلك حب الشباب. احلفي على المصحف ده انك ما هتجيبي سيره لحد ان الست كلها قاعده عندنا. جرى ايه يا ولد؟ انت هتخوني زيهم؟ هو انا بتكلم ولا بفتح بقي؟ ده انا مسميني حتى العده الساكته. بقول لك يا عسل، بحلفي على المصحف وهديكي 100 جنيه. يا سلام يا اخويا، عايز تحملني ذنب الحلفان عشان 100 جنيه؟ وانا من ناحيتي 100 جنيه كمان. والمصحف 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 ده هو ما هجيب سيره ان الست جمالات قاعده عندنا في قلب البيت. ايوه و و و و و و وبس. اقول لك حاجه يامه؟ لا. اشتريت الست كل 200 جنيه، عارفه لو جالك 250 جنيه هتبلغ علينا كلنا، امي وانا عارفك. يا جماعه، الحل الوحيد علشان ننقذ هايدي قبل ما يتحكم عليها في القضيه هو ان احنا نرجع الفلوس للبنك. وبما ان هايدي اتقبض عليها وما سلمتش نفسها فالفتره دي هتبقى قصيره جدا. ايوه الموضوع بسيط قوي، انا اجيب رقم مروان واكلمه واقول له ايوه يا ميرو يا حبيبي ابعت لنا الفلوس بقى يا ميرو اللي انت سرقتها يا بابا. يلا باي باي، لا اله الا الله. شفت بقى، انا هنا لو استظرفت تاني هقوم الوظك. يا جماعه مروان ده مش اذكى مننا، ده انسان رخيص واستغل ثقتنا فيه، وان احنا ما عندناش اي فكره ان هو انسان نصاب. فاحنا ممكن نلعب عليه نفس النمره، نبعت له بنت شكلها لطيف جميله غنيه هيجري وراها، تلعب عليه نمره ونكون مذاكرينها كويس لحد ما تقدر تاخد منه الفلوس. يا دكتور، يعني سؤال لا مؤاخذه بس علشان افهم يعني الحدوته بالظبط، انت سعادتك جايبني هنا عشان افهم يعني ان الست اللي عايزين تجملوها وتبعتوها دي تبقى كوريا بنت اختي، صح؟ صح يا عم شكري. بص يا عم شكري جميل، دلوقتي احنا محتاجين بنت نثق فيها 100% بحيث انها ما تبلغش عن هايدي، ما تبعناش لمروان، ولو تملكت الفلوس ما تطمعش فيها، والوحيده اللي ينطبق عليها كل الشروط دي كوريا بنت اختك عم شكري، بدليل لما علاء الضابط قبض عليها البنت ما فتحتش بقها ولا كلمه عن مكان هايدي، مع انها كانت ممكن تتحبس. يا عم شكري ماشي، شكري ما تزعلش مني، بنت كوريا دي بلدي وبيئه ومقروضه ولطش على ذكر، يعني لو فتحت بقها قدام مروان هيقعد 7 أيام في المستشفى الامراض العقليه. ليه بتقولك ده؟ ده كوريا بنت اختي زي القمر، وهي صغيره كانت قمر صورتها معايا، بس انا مش عارف لما كبرت بلشفت نفسها ليه كده. هي حلوه فعلا يا عم شكري، بدليل لما هايدي اشتغلت عليها شويه كده بشويه حاجات بسيطه شكلها اتغير 180 درجه، بعدين بشويه دروس من هايدي ازاي ناخد حاجه منه. تعبان بس عنده نقطه ضعف، الستات والفلوس، لو الاثنين اندمجوا في بعض في واحده ست حلوه قوي وغنيه جدا ممكن ترقعه، بس اهم حاجه نعرف عنوانه في اليونان. انا شخصيا معيش فلوس، والراجل ابو نجوان ده زباله وبيتكلم بالملايين. بس الكلام ده كان الاول، نجوان دلوقتي في مصر بعد مروان ما نصب عليها، لو قدرتوا تروحوا لها وتقنعوها انكم لو لقيتوا مروان هتنتقموا منه ممكن جدا تساعدكم. طيب عند اذنكم بقى، على فين يا بابي؟ انا ونادر هنروح الشركه نشوف الموظفين والمحامي اللي جايبينه انه رافع قضيه ضدنا ده، نخلص الحكايه دي وبعدين نرجع نشوف موضوع مروان. حد مستني حد؟ استنى انا نشوف مين على الباب. ايوه ايوه هوبا، ايه اللي شافكو؟ السلام عليكم. انا جيت. خش يا موسيقى برجلك اليمين، ايه رايك؟ خش خشي وامبارح وامبارح، يلا دق المزاهر، يلا يا اهل البيت تعالوا جمعوا وفا، والله صدق اللي قالوا عن الحاسود. يلا ياما، في ايه ياما؟ ايه رايك بقى؟ قصر ولا الف ليله وليله، انت ياما طيبه وربنا بيكرمنا عشان خاطرك ياما. ايه رايك بقى في العفش اللي زي العسل دوت؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر. عارفه دي ياما؟ ايه دي؟ دي فوتيه سفره. اقول لك حاجه، الطبليه اللي عندنا بس دي الثانيه، الطبليه بتاعتنا على الارض ودي عاليه شويه. على العالي شويه؟ اه. يا ولا يعني يا حونتي انا قلبي هيقف يا ولا، والله يا قلبي هيقف هيقف من الخضة يا ولا على حاله يا خرابي. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر، كل ده ليه يا ولا؟ كل ده ليه يا ولا؟ مين بينا كل ده ليه يا ولا؟ ياني ياني إيه ده ولا؟ ده فوتين. فوتين؟ يعني كنبة بالأفرنجي. ده بيتقعد عليه؟ أي أما عودي يا أما، كل العفش ده بتاعك، عودي يا حبيبة قلبي. أقعد؟ أيوة عودي كده يا أما، خش خش خش. لا يا أخويا أقعد إيه؟ هدومي وسخة هتوسخه يا ولا. يا أما بقول لك إيه، إيه اللي بتقولي ده يا أما؟